طبعا أحب أعرفكم بنفسي، مقدم محاضرة يوسف الحوراني، متخصص في تطوير الذات والأعمال. عندي حساب يا جماعة 10 minutes، هذا حساب يعني رسمي البراندنج الخاص ببزنس الخاص بنا. وخليني هنا أنا أمشي في السلايد الأولى. طيب نشوف أبو عبد الله إذا في شيء، ما بعرف. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله أبو عبد الله تمام. خليني أمشي يبقى في المحاضرة. أول شيء لازم نعرف يا جماعة مفتاح النجاح. يعني أكيد كل شركة أو كل شخص يا جماعة لازم يكون لديه المفتاح للنجاح. بدون هذا المفتاح، بدون ما يعرف هذا المفتاح، للأسف سوف تكون كل جهوده يعني دائما مضيعة للوقت وللمال. إذا لازم أنت تعرف المفتاح الرئيسي لنجاح البزنس الخاص بك. ممكن أنت تكون يعني في مثلا ميزة معينة، في خاصية معينة، في تطوير البزنس، في تطوير المنتج، في تطوير خدمة، إلى آخره. إذا لازم أنا دائما أبحث في البزنس الخاص بي عن مفتاح النجاح الأساسي لهذا البزنس، أو خلينا بنسميها بعد ذلك حنتطرق لها، الميزة التنافسية. يا جماعة أنا بعتبرها هي الميزة التنافسية. كل شخص يجب أن يكون لديه في البزنس ميزة تنافسية يحارب بها تمام. وهذه هي مفتاح النجاح اللي أنا دائما بتكلم فيه. طيب خليني أبدأ بمقدمة يعني بسيطة. ممكن بس يعني الصوت ماشي الأمور يا جماعة؟ كل من يسمعني الأمور تمام في الصوت؟ الصوت يا جماعة الصوت واضح تمام. أكمل شرحي. أستاذ فايز، أستاذ فايز تمام أستاذ، الصوت واضح. طيب 100%، شكرا جزيلا لك يا أستاذ فايز، شكرا شكرا. طيب الآن ما بعرف أستاذ فايز له، تفضل أستاذ فايز تفضل. لا استاذ، رجعت كباسة الكبسة بالغلط، ما في مشكلة. يلا بسيطة، أهلا وسهلا بك، حياك الله لتعاونك، أشكرك. طيب أول شيء لازم إنه إحنا يا جماعة نؤمن بأنفسنا، هذه مهمة جدا. في بعض الشروط والمبادئ اللي أنا لازم يعني نحكيها في بداية هذه المحاضرة. إيمانك بنفسك، إيمانك بعقليتك، بأفكارك، إيمانك ببزنسك الخاص بك، هذا بمشروعك، برؤيتك، برسالتك. إذا أنت ما كنت مؤمن بهذا الكلام، للأسف يعني سوف تكون يعني من الناس اللي حيفشلوا بشكل كبير. لأنه إنه الإنسان يؤمن بنفسه هي أول ستيب هذه للسكسس. يعني ما بينفع إنه أنت شخص لديك مثلا بزنس، لديك أفكار، لديك رسالة بدك، أو رؤية أو هدف تحققه بدون إيمان بالنفس يا جماعة. إذا يجب أن تؤمن بنفسك. طب شو الإيمان بالنفس؟ يعني إني أنا آمن بقدراتي، آمن بخصائصي، آمن بالكاركتر تبعتي، إني أنا لازم أحقق الأهداف بالميزات اللي عندي، بالخصائص تمام، وأحاول أشتغل عليها وأطورها. إذا لازم أنا أؤمن بهذا الكلام قبل ما أنا أبدأ أي بزنس أو حتى أي فكرة أو أي مهارة أو أي مشروع. اثنين، أبدأ من جديد. لو أنت فشلت يا جماعة، كثير من يقول لي أنا فشلت، أنا ماذا أنا، طب أبدأ من جديد. طب ابدأ يا أخي من اليوم، ما في مشكلة، ابدأ أنت اليوم من جديد. أنت وين الطريق اللي سلكته او اللي انت ماشي فيه، اليوم ابدا من جديد. هذه هي الخطوه الاولى، ستيب 1 يا جماعه. يعني في ناس بيحكوا لي انا لما حضرت اللايف تبعك في الانستغرام انا بديت، فعلا بديت من يومها. وهكذا يا جماعه، اللي ما بدا خلي هذا اللايف هو نقطه بدء له تمام، انه يعزم ويحط قرار، السجن ياخذ اليوم قرار ويبدا اليوم يشتغل على نفسه، على بزنسه، على مهاراته، على اهدافه، على طموحاته، على رسالته اللي هو عايش اجلها من الحياه. طيب انت حتقول لي انا بادي، اذا استثمر هذه المحاضره انه انت تبدا بالتحسين، عمليه التحسين، الامبروفمنت لمين؟ لمشروعك. فكر اليوم كيف تحسن في منتجك، في خدمتك، في نفسك، في البراندنج الموجود عندك تمام.
ثالث نصيحة أنا بنصحها يا جماعة لكم، إنه رافق الناجحين والصالحين. هذه من أهم الأسس والمبادئ اللي هذه ممكن أنا تساعدني يا جماعة في طريق النجاح، إني أنا أشوف ناجح زيي، أشوف واحد أفكاره ناجحة، أشوف شخص يعني مرتب، هذا يعني بيسحبني وبيأخذني إلى طريق النجاح. لازم ترافق هؤلاء الناس، بدون مرافقة هؤلاء الناس أنت حتتعب يا جماعة، لأنه هؤلاء الناس ممكن يعتبروا ناصحين، ممكن يعتبروا يعني إلك مثلا معينين، ممكن يعتبروا إلك يعني استشاريين مثلا وهكذا. فالناجحين مهمين جدا في طريق النجاح. أربعا، النصيحة الرابعة، غير تفكيرك يا أخي. التفكير اليوم مهم جدا يا جماعة، تشغل أفكارك، ترتبها، تطورها، تحسنها، تستقبل الأفكار المرتبة الجميلة الرائعة اللي تضيف لك قيمة في الحياة. الفكرة يا جماعة مثل البذرة، زي الشجرة، لما تزرع الشجرة في لها بذرة، فبالتالي تبدأ تسقيها، ومن ثم بعد يوم بعد يوم بعد يوم لما بتكبر بعدك بتصير شجرة وأوراق وصون وفروع، وبالتالي تثمر، تصبح ثمرة. أفكارك مثل هيك يا جماعة، لازم تشتغل على الفكرة الصحيحة وتزرعها في هذه العقلية وتنبتها نباتا حسنا، عشان الفكرة تولد أفكار ناجحة. بعد ذلك خذ بالأسباب وتوكل على الله. لازم يا جماعة أيضا انه انت تشتغل، تتخذ الاسباب. يعني انا لو بدي مثلا اتقن حاجه معينه لازم تتعلمها، لازم التحق بجامعه، بكورس، بدبلومه مثلا، بدي اشتغل شغله معينه، يا اخي تعلم. اذا تمام، اذا لازم انا اشتغل بيدي. طبعا اتوكل على الله، اساس يا جماعه النجاح والتوكل على الله. ايضا انا ما بدي اطول في هذه النقاط لانها نقاط بسيطه. ايضا طموحاتك، اهدافك، لازم تكون يا جماعه شخص طموح. اذا ما كنت شخص طموح انت للاسف يعني لن تنجح. الانسان الطموح هو اللي دائما يا جماعه من نجاح الى نجاح، ينتقل من نجاح الى نجاح. فلازم نكون احنا طموحين يعني، ولدينا اهداف ونشتغل عليها. طبعا انا خلصت من هذه السلايد يا جماعه، بنبدا بالسلايد الثاني. لماذا من الضروري تاسيس بزنس في الوقت الحالي؟ من لديه سؤال أو إضافة يضيف لنا؟ مين عنده سؤال يا جماعة أو حاب يثري النقاش؟ أستاذ عيسى تفضل، تفضل أستاذ عيسى، تفضل أستاذ فهد. عليكم السلام. أستاذ الكريم، أنا مؤمن بكل ما ذكرت سابقا، تمام، من الإيمان ومن تغيير ومن إلى الآخر. لكن اللي عم يصير فينا أنه نحن أنا عن نفسي عايشين مرحلة تشتت أو ضياع أو غياب أهداف. يعني كل ما ندخل في مجال يعني نشتغل فترة من الزمن بنلاقي حالنا ما حققنا إنجازات، نوقف. يعني ما عم نعرف شلون مثل ما يقولوا نمشي على الطريق الصح. سمعني أستاذ؟ أسمع كلامك. يعني أنا معك، أتفق معك يا أستاذ فايز بهذه النقطة، لأنه إحنا بالفعل يعني إحنا موجودين اليوم في يعني في عالم مليء بالصراعات، مليء بالتنافسات، مليء بالكوارث، مليء بالأمور اللي بتحدث دائما فيها تغيير. لكن إحنا يعني خليني أحكي لك، دائما أنا بعتبر أنه في شرطين للنجاح يا أستاذ فايز، أكيد أنت بتعرفهم، ولكن أنا بذكر حضرتك أنه المرونة. لازم أنه أنا أكون دائما إنسان مرن. يعني أنا مثلا من سنة لسنة، من شهر إلى شهر، في كتير أنا بغير على خطط السنوية، على الخطط الشهرية، أنا بغير تغييرات حتى أحيانا جذرية يا أستاذ فايز. ليش؟ لأنه دائما بلاقي التقلبات بتتغير، ومتتغير ظروفي بتتغير، الأمور البيئية الشخصية، وبالتالي هنا مهم جدا يكون عندي مرونة عالية. هذه كل الناجحين ما في استثناء لديهم مرونة عالية جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذ فايز اللي لازم نتميز فيها، الاستمرارية. إذا أنا حتى لو فضوء التغيير، فضوء الصراعات، فضوء أنه أنا دائما يعني قد يواجهني صعوبات ومشاكل وديفيكولتيز معينة، ولكن لازم أنا أستمر. المحاولة المتكررة والاستمرارية، هذه هي أساسين أنا بعتبرهم دائما يعني أنا بحطهم كقاعدة متينة عندي. حتى لو أنا واجهني فشل في نقطة معينة، الفشل دائما أنا بحمل الخبرة والتجربة منه وأنهض بها، وبعدك أستمر لموضوع شرط الاستمرارية والمرونة. فيا أستاذ فايز أنا معك، ظروف صعبة أكيد، الشروط العراقية قد تكون أحيانا، نجاحات قد تتأخر بشكل كبير، ولكن أنا
كشخص ناجح بفكرة نجاح أمي بنفسي لازم أستمر ولازم دائما أحاول ولازم يكون عندي طموح وتفاؤل وأمل. إذا بدون هيك إحنا حتى يا أستاذ فايز الحياة لا نعيشها. إذا أنت ما عندك أمل وتفاؤل دائما ببكرة أنا الحياة نفسها لا نعيشها. فأرجو يعني أنا أكون أنا أشكرك للإضافة، أتمنى أكون يعني ساهمت بلو التشجيع القليل يعني من الأمور الصعبة اللي تمر علينا. طبعا عالمنا متغير وعالمنا متقلب. أنا في كان شخص رفع إيده، ممكن تسنيم، تسنيم معنا؟ تسنيم هل تود المشاركة؟ تسنيم تودين المشاركة؟ أنا شفت يعني رفعت طيب. ما في أحد حابب يعقب أو يشارك؟ طيب أكمل أنا. أرجو أكون يا أستاذ أنا يعني وصلت النقطة والفكرة من سؤالك. أشكرك لسؤالك وتفاعلك. طيب يا تسنيم لو حبيت مشاركة فالمجال مفتوح لك. إذا نبدأ بالسلايد نمبر 2، لماذا من الضروري تأسيس بزنس في الوقت الحالي؟ خلي جماعة نتكلم بشكل يعني خاص، إنه اليوم يعني العمل الحر والوظيفة اليوم زي ما انتم شايفين الوظيفة للأسف أصبحت مصدر مقلق. لمين؟ لأن تأمن مصدر دخل يا جماعة. ليش؟ لأن الوظائف رأيتم انتم في الكوفيد 19 كرايسيس كيف انه أغلب الشركات، كثير من الشركة، باش نقول أغلب، كثير من الشركات تخلت عن الموظفين وتخلت عن مئات الموظفين. إذا بالتالي اليوم من الضروري أصبح والحتمي انه انت تأسس بزنس خاص بك يا جماعة، حتى لو ستيب باي ستيب، حتى لو خطوة خطوة. عشان هيك بنقول انه العمل الحر ميزاته طبعا له سلبيات اكيد، لكن انا ما بدي هنا استذكره، ولكن خليني انا اذكر في موضوع الايجابيات. العمل الحر ميزته الرائعة يا جماعة انه بخليك اول شيء انه انت صاحب البزنس، يعني انت وقت ما بدك بتشتغل، وقت ما بدك انت يعني تاخذ الاجازة، وقت ما بدك انه انت مثلا بتوقف هذا البزنس، ما في مشرف عليك، انت حر نفسك، انت حر الديسيجن الخاص بك، انت يعني اللي بتقود هذا العمل. فبالتالي روعة العمل الحر يا جماعة انه بخليك دائما قراراتك انت بتتخذها، ما حد بأثر عليك، ما حد له سلطان عليك، انت عندك اكتفاء ذاتي، ما حد يملي عليك طبعا سطوة او قرارات. وهذه من اجمل يعني طبعا عندك التايم مفتوح، عندك الوقت مفتوح، عندك الاجازات، عندك واو. طبعا بالرغم انه له يا جماعة سلبيات او بعض المخاطر، لكن احنا بنحكي اليوم اليوم ظروفنا لا تسمح انه انت تعتمد على الوظيفة بشكل أساسي، سواء شئت أم أبيت لازم أنه أنت تتخذ خطوة نحو العمل الحر. تمام؟ ولو أنت بتتبعني حاول اليوم بعد هذا المحاضرة تكون عندك خطوة أو نواة لهذا الموضوع. طبعا جماعة أنا بدي يعني تشاركوا معي، أنا ما بدي أتكلم لوحدي، يعني بدي واحد يريحني في بعض الأمور. تمام؟ خليني أتكلم أيضا في التقلبات الاقتصادية. أنا يا جماعة طبعا هشرح كل سلايد، نأخذ ممكن مداخلة من أحد الأشخاص أو سؤال. التقلبات الاقتصادية، موضوع التقلبات الاقتصادية، أنتوا شايفين كيف العالم يا جماعة في منتجات بتنزل، منتجات بتطلع، الشركات بتخرج، في شركات بتنهار، في بيزنس بيفشل، في مثلا شركات تغلق، في اليوم العالم أنه مثلا بصير أزمة هنا أو أزمة هناك، فبالتالي غلاء للأسف أسعار، اختفاء للمنتجات، وضع معيشي صعب، اقتصاد صعب. فبالتالي اليوم انت يعني من الضروري انه انت لازم لازما حتما انه انت تفكر يا اخي تبدا البزنس. تمام؟ مصدر الدخل ايضا زي ما حكينا انه بزنسك او مشروعك يعتبر مصدر دخل لك. حتى يا جماعه لو عندك وظيفه انت بيبقى عمل جانبي رائع، بزيد من دخلك الشهري، فهذا شيء رائع وشيء انه يعني ممكن انه انت يعني المستوى الاقتصادي والرفاهيه والمعيشه الجميله انه انت تحظى بها. يعني لمتى انت بدك تعيش مثل عيشه الفقراء وانه انت تظل فقير وانه انت انسان يعني يدوبك عايش على الكفاف وانه انت طبعا مع احترامي للطبقات
الطبقة الفقيرة. ولكن اليوم أنا لمتى أنا بدي أعيش على وضع الحالي يا جماعة؟ يعني عيش أنت بالموجود فيه، ولكن لازم أنا دائما أكون طموح أني أحسن من دخلي وأعيش مستوى رفاهية، خلينا نقول يعني ما نقول ممتاز جدا يا أخي، خليها من جيد جدا لممتاز يعني. تمام، من حق أنه أسرتك، من حقك، من حق نفسك أنه تتمتع بهذه الحياة والأشياء والوسائل الموجودة فيها. تمام، وزي ما حكينا أيضا عقبنا أنه خطر الوظيفة مهم جدا، أنه ندرك آلاف الوظائف يعني في الكورونا كرايسيس، يعني آلاف الوظائف فقدت الجماعة بسبب موضوع اللي هو الوضع الاقتصادي الصعب والمعيشي وأزمة الكورونا كيف أثرت على العالم. فبالتالي ما في أمل لوظيفة. يعني أنا بسأل دياما كثير أسئلة متابعيني، بحكي له لو أنت اليوم مديرك حكى لك ما في وظيفة، ما استمرارية في الوظيفة، ماذا كنت ستفعل؟ فهو يصدم يعني بيسكت وخلاص. طب وبعدين؟ إذن هذه هي نقطة مهمة جدا جدا، أنه أنت اليوم تسعى نحو يعني استقلال مالي، تأسيس بيزنس، لو إشي بسيط يا جماعة، خطوة تأسيس أنه تأسس هذا البيزنس. طيب، المهارات والتعلم الذاتي، هذه جماعة من أروع الأشياء اللي أنا أثرت في على مستوى الشخص وعلى مستوى المهني. من الأشياء اللي لازم أنت اليوم تشتغل عليها تقيم نفسك، شو مهاراتك اللي أنت بتمتلكها وما هي المهارات التي تود أن تتعلمها. اعمل نيد أسسمنت يا جماعة، مهم جدا تعمل تقييم احتياج وتبدأ تسعى مهارات جديدة، وخصوصا يا جماعة المهارات اليوم الأعلى دخلا لازم أنت تتعرف عليها. تمام، هذه فرصة. التعلم الذاتي أيضا هي جامعة لوحدها يا جماعة، التعلم الذاتي أنه أنت لازم تفرغ خلينا نقول ساعتين في الأسبوع على الأقل أنه أنت تتعلم ذاتيا مهارة معينة، كورس معين، تبدأ في تعلم شيء، تبدأ مثلا خلينا نقول يعني مثلا تركة معينة أنت شغلة بدك تشغلها بدك تتقنها. لازم أنت اليوم تعتمد آلية التعلم الذاتي لنفسك، والمصادر كثيرة جدا يا جماعة اليوم، أن الإنترنت هو يعمل بالجامعات، أنت بتقدر اليوم تعتمد أنه إنترنت تتعلم. ايضا ايراد العمل يا جماعه، اليوم خليني اضرب مثال، انه اليوم انت ما بينفع ان انت شخص يكون عندك اونلاين بزنس، ما بينفع. انت اليوم في عالم مفتوح، انت اليوم في كره، اليوم انت عندك انترنت تدخل الى العالم بتبيع اللي بدك يا جماعه. مصيبه عظمى انه انت ما تبدا تفكر اليوم في الاونلاين بروجكتس، مصيبة. ليش؟ لأنه التجارة الإلكترونية جماعة أثبتت جدارتها اليوم، تقريبا خلينا نقول الإكسبكتد يعني ريفينيوز حوالي 7 مليار دولار يا جماعة لموضوع الإيرادات الخاصة بالتجارة الإلكترونية. طيب أنا عشان أنهي من هذه الشريحة، مين عنده سؤال أو إضافة؟ تفضل. استاذ كلامك رائع وجميل وتحفيزي. نقطة يعني في طريقة حتى نجد نكتشف أنفسنا أكثر. يعني أنا اليوم حاولت مثلا أجد أنه ما هو شغفي، ما هي مهارتي اللي أستطيع أن أبيعها للآخرين، يعني ما وجدت شيء. ففي منهاج أو في تيست مثلا نستعين فيه حتى نحدد في أي نقاط نحن شاطرين؟ أستاذ فايز، يعني سؤالك جميل جدا، أشكرك للمداخلة. خليني أحكي لك، أنا في بعض البرامج أنا بصراحة يعني كنت اشتغلت عليها قبل، يعني في القديم يعني قبل سنة أو سنتين حوالي، لما كنت أنا يعني مثلك يعني ببحث عن موضوع الشغف أو موضوع يعني شو الأشياء اللي أنا بحبها واللي بهواها واللي أنا ممكن أنفع أشتغل فيها بزنس. في بعض الاختبارات ممكن هذه أستاذ فايز يعني تجدها على المواقع الإلكترونية، لو بحثت إنه الاختبارات الشخصية السيلف أعتقد أسسمنت يعني تنو مثلا الفيشن أو يعني الهوبيز اللي يعني الهوايات، هذه ممكن تجدها. تمام،
لكن هذه مشكلتها يا أستاذ فايز، الاختبارات لأنها مبنية على معايير معينة وإنديكيتورز ومقاييس، بالتالي ممكن هي أحيانا ما تفهم الترجم لك يعني شغفك أو احتياجك أو الشيء اللي أنت شاطر فيه بشكل دقيق، تمام؟ لأن أحيانا بعض الصفات، خلينا نقول في الصفات النوعية ما تقدر تقيسها هذه المقاييس، تمام؟ لكن أنت ممكن تستأنس بها، تمام؟ هذا رأيي الشخصي، استأنسها وجربها، تمام؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذ فايز، يعني خليني أحكي لك، أنا صراحة قبل 3 سنوات فقط حددت ما هو شغفي وما هي هوايتي أو ما هي المجالات اللي أنا يعني يجب أن أمشي بها في حياتي وأن أسلكها والطريق اللي أسلكه، تمام؟ هذا أنا ما شخصته إلا من قبل 3 سنوات، تمام؟ فبإمكانك أنه أنت يعني ما تسجع نفسك، يعني أصبر على نفسك يعني، ولكن نصيحتي لك أنه أنت جرب أشياء متنوعة، أشياء متعددة، اقرأ في مجالات في معينة، يعني اقرأ في مختلف الأفكار حتى أنه تتعرف وين أنت ميولك. يعني أنا ما بقدر أستاذ فايز صفات وكذا يبقى أنت لازم تروح على مجال كذا، أستاذ فايز يعني الأمر هذا نسبي، بيحتاج إلى أنه أنت تجرب أكثر من مجال، أكثر من شيء، أكثر من تقرأ أكثر من كتاب، تقرأ مقالات متنوعة وفي مجالات مختلفة، أوكي؟ هذا النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة أستاذ فايز، أنا أنصحك مثلا أنت ممكن تعرف نفسك وين أيضا بعض المؤشرات أحيانا، أنت مثلا وين بترتاح، تمام؟ وين أنت بتجد نفسك؟ يعني مثلا لما بتتابع حساب تنمس يوسف، هل أنت بتجد نفسك أنه أنت مستمتع؟ لما بتتابع مثلا قنوات مثلا تعليمية معينة، هل أنت بتجد نفسك مستمتع بها؟ لما بتتابع مثلا في التلفاز مثلا برامج معينة، مسلسل معين، أو مثلا تتابع قنوات اليوتيوب، شو المحتوى اللي أنت بيعجبك واللي أنت دائما بتحب أنك تمارسه أو تشاهده أكثر الوقت؟ فبالتالي هذه الأمور بتعطيك الانطباعات المختلفة. لما تجمع انطباعات وين انت السوشيال ميديا بتروح، وين انت على اليوتيوب بتروح، وين انت على التلفاز بتروح، وين على المقالات، انت وين عينك يعني بتوصل هنا، انت او عينك تقع، انت هنا بتعرف نفسك وين يعني موجود وشو الهواية اللي بتحبها. وانصحك انه اين وقت فراغك ينقضي، يعني انت مثلا عندك في الصيف وين بروح وقت فراغك، تمام؟ في اي مهارة، في اي هواية، في اي ميول، تمام؟ هذه مهمة جدا برضو، بتعطينا انطباعات عن الشخص. يعني أتمنى أكون أجبت سؤالك يا أستاذ فايز. طيب خلينا نكمل يا جماعة. الآن زي ما أنتم شايفين، لاحظوا متابعين معي على السلايد، على المادة التدريبية، متابعين معي أنا في السلايد رقم 3 يا جماعة، متابعين معي لو سمحتم، يعني كلكم منتبهين ومركزين، هل أنتم تتابعون السلايد ولا أنا لوحدي؟ هل تتابعون أستاذ فايز؟ متابعين معك أستاذ، نحن متابعين معك، جزاك الله كل خير. حياك الله. هل أجبت على سؤالك؟ يعني بدنا من الشباب الآخرين يعني يشاركوا. أنت مشارك مميز. طيب نشوف الشباب الآخرين. حياك الله. نشوف الشباب الآخرين. باسم أس أتش، تفضل يا باسم. باسم لك المايك يا باسم. طيب باسم يبدو أنه رفع يده أنه هو متابع، يعني معنا في الدورة. طيب أتمنى الكل، يعني أنا بدي بس أتأكد كلكم يعني متابعين معي. الآن السلايد اللي بتكلم عنها هذه يا جماعة، ملاحظين أنتم كيف يعني هلقيت أنا بدأت أدخل في الموضوع أكثر، في صلب الموضوع، استراتيجية المحيط الأزرق. ملاحظين أنتم الصورة هذه وكيف أنه في سمك بيمشي في البحر الأحمر، سمك كثير جدا جدا جدا، ملاحظين كيف أنتم الصورة، وسمك سمكة واحدة تقفز من هذا السوق من البحر الأحمر والمليء بالسمك، وين بتروح؟ لمين؟ لهذا البحر الأزرق، للجهة مين؟ اللي فيها البحر الأزرق. لاحظتوا معي
خلي هذه الصورة رجاء يعني ركزوا بهذه الصورة وخليها تنزرع في عقولكم إنه كيف السمكة هذه شردت أو هربت مثلا من مجموع الأسماك اللي هي موجودة في البحر الأحمر أو المحيط الأحمر، وين راحت؟ على السوق الأزرق لوحدها. ملاحظين كيف لوحدها؟ يعني سمكة راحت لوحدها في هذا السوق. خلي هذه الصورة في مركبتك أو في مخيلتك يا جماعة وبلانها بتلزمنا هذه. طيب لاحظوا الفرق بعد ذلك في السلايد اللي بعدها، السلايد التالية. ركزوا معي يا جماعة السلايد التالية الآن. احنا شوفوا كيف الريد أوشن والبلو أوشن، كيف انه لاحظوا المحيط الأحمر كيف انت بتلاحظ كيف أسماك مليء بالأسماك، لكن لو تلاحظ البلو أوشن كيف انه المياه الزرقاء الصافية اللي بتعطيك هيك يعني يعني جاذبية رائعة وبتخلي العين هيك تتفاعل مع جمال اللون الأزرق. لاحظين هذا يا جماعة، بدي أنا كمان يعني تزرع هذه الصورة في عقلك، في تركبها في هذا العقل، انه كيف لاحظ الفرق بين البلو أوشن وريد أوشن اللي احنا متكلم عنه اليوم في مين كورسنا، انه لاحظ المحيط الاحمر كيف مليء بالاسماك. طب احنا ايش بنعبر عن هؤلاء يا جماعة، تلك الاسماك؟ بالمنافسين، بالشركات المليئة بهذا السوق. كيف شركاتنا اليوم يا جماعة المعاصرة كيف مليان السوق، وكيف انه انت تجد مليون شركة مثلا في السوق او 40 شركة او 70 في مجال معين؟ هذا السوق الاحمر البلو أوشن تجد شركة متفردة ومميزة وعندها منتج فريد ومميز بتبحر لوحدها بهذا السوق الأزرق. شايفين؟ حتى انتم بتلاحظوا ولا سمكة في هذه الصورة ولا سمكة، يعني احنا لقينا سمكة في الصورة مين؟ العلوية. تمام؟ طيب الآن أنا بدي أنتقل إلى الصورة التالية، بس بدي أحد يعلق لي على الصورة التالية، صورة الموبايلز. الموبايلز موجودة، مين يعني يعلق لي على هذه الصورة بموضوعنا أو بمحتوى الموضوع اللي احنا بنحكي عنه؟ يلا بدي ناس شطار يعني شاركونا، يلا يا جماعة ما بدي أنتوا بس اسمعوا، أريد مشاركة. هيا هيا من يشارك؟ يلا يا باسم، زينب، نعيم، مريم، يلا يا جماعة بدنا يعني مشاركاتكم. ماذا تعبر الصورة اللي فيها يعني الموبايلز الكثيرة في ضوء الموضوع اللي متكلم عنه؟ مين هيك واحد يتصدر القائمة؟ ما حد ناوي يحكي. طيب خليني بقى أكمل يعني، لأنه يعني ما حدش راضي يحكي أتكلم أنا. بس يا جماعة لازم تتفاعلوا، يعني أتمنى عليكم ضرورة التفاعل عشان إحنا برضو نستفيد من هذا الكورس. أنا معني أنكم تتفاعلوا أيضا معي يا جماعة. فيش إلا الأستاذ فايز بتفاعل معنا، شو الدعوة؟ أستاذ فايز تفضل، يعني أنت الوحيد اللي بتفاعل، أنت مشارك مميز. ما في مشكلة، هو يعني يجوز الشباب في حاجز خجل. أنا بس بدي منك أنه ترجع تعيد صياغة السؤال، أنه تعطينا السؤال بغير صيغة، يعني يجوز يعني ما وصلت الفكرة تماما، لأنه شو المعنى من الصورة حتى نحسن نشارك بشكل أكبر يعني. أها تمام أوكي، أعيد صياغة السؤال. هو يعني خلينا أوضح سؤال أكثر. إحنا الآن في الريد أوشن والبلو أوشن زي ما بنحكي يا جماعة، إنه إحنا فكرة المحيط الأحمر والمحيط الأزرق بتعتمد على التميز. تمام؟ الآن أنا كنت يعني هو السؤال هو غامض، لكن أنا كنت حابب واحد هيك يعني يشاركني فيه، ولكن خلينا أنا أنزل على الصورة التالية حتوضح الكلام أكثر يا أستاذ فايز وللجميع. لو تلاحظوا معي الصورة الموجودة بالأسفل، لاحظوا كيف الآيفون SE 2022. هل أنت بتجد هنا مقارنة بين الصورة العلوية والصورة السفلى؟ يعني زي ما أنتم شايفين الآيفون كيف أنه صرعة جديدة، ويعني شركة أبل أنتجت هذا الآيفون. هل هذا حيختلف عن مين؟ عن باقي الجوالات أو خلينا نقول الموبايلز الموجودة في هذه الصورة. تمام؟ يعني أتمنى الآن الصورة تكون وضحت يا إخوة يا أفاضل من يستمعون لي، إنه ما هو الفرق بين الآيفون SE 2022
الموبايلز الموجوده بالصوره الاعلى اللي بتابع معي في الماده التدريبيه. معي انتم كلكم في الماده التدريبيه؟ الصوره وضحت يا جماعه بهذا السؤال اللي انا بتكلم عنه؟ شادي، يلا يا شادي تفضل. يا شادي شادي تفضل. كده تمام؟ سامعني كده كويس؟ سامعك استاذ شادي، تفضل تفضل، المايك لديك. تفضل استاذ شادي تفضل. شكرا جدا على مجهودك الرائع، انا متابع حضرتك كويس. الله. بس مواعيد ساعات الكورس ما بقتش متابع ساعات، بس انا يعني متابع حضرتك وشكرا على مجهودك الرائع. ربنا يخليك يا استاذ شادي، اشكرك جزيلا، شكرا لك. ربنا يخليك. شكرا شكرا يا شادي، شكرا لك. طيب اذا خليني انا يا جماعه اتكلم عن شو انا الرساله اللي بدي اهدف اليها من وراء الصورتين. زي ما انتم ملاحظين السوق الازرق، اذا انا لاحظوا انا بتكلم عن السوق الازرق، بتكلم عن التميز والابداع والشيء الجديد. لاحظوا الايفون له علاقه بموضوع مين؟ السوق الازرق. ليش؟ لانه الايفون يا جماعه يحتوي على خصائص ومميزات، بالتالي يتفرد بها مين عن باقي يعني السمارت فون الموجوده في السوق. لاحظوا كيف انه انتم يعني انا جمعت الكل الموبايلز في صوره واحده هنا عشان اعبر انه اليوم الايفون 2022 حيتميز عن باقي هذه الجوالات. بالتالي هنا لو انا بدي احكم على الصوره هحكم عليها انه هي في سوق احمر. تمام، اتمنى من يسمعني فهم الصوره، انه الصوره هذه اليوم الشركات او الجوالات او الاجهزه المحموله اليوم هي بتتنافس في سوق احمر. لكن ابل لما طرحت الايفون 2022 انا بعتبرها اليوم هي تبحر في سوق ازرق. تمام يا جماعه، لان هيك بتتميز بخصائص متفرده عن مين؟ عن باقي الجوالات او الاجهزه المحموله الموجوده في هذا السوق. بتمنى تكون هذه الصوره وضحت، انه احنا ربطنا المنتج الجديد بمين؟ بموضوع السوق الأزرق والابتكار، خصوصا الابتكار الجديد أنا دائما بربطه باستراتيجية السوق الأزرق أو بالمنهج الجديد. طيب هنا خلينا أيضا أنا بنزل على صورتين يا جماعة، خليكم تابعين معي بالصورتين. لاحظين الصورة الأولى كيف أنه مجموعة سيارات، يعني مئات السيارات الموجودة في موقف واحد. لاحظوا كيف هذه الصورة تسلا، انزل على الصورة الأسفل منها، من يتابعني في المادة التدريبية انزل على الصورة هتجد في منتج تسلا. ملاحظين كيف انه اليوم يا جماعة انا بعتبر انا شخصيا كيوسف انه تسلا تبحر في سوق أزرق، لانه هي يعني إيلون ماسك أبدع فكرة معينة، يعني تبنت الفكرة هذه طبقها هو على مين؟ على الشركات أو السيارات اللي هي تنتج تعتمد الطاقة الكهربائية في صناعة السيارات. هنا إيلون ماسك عمل فكرة جديدة في موضوع إنتاج السوق، إنتاج السيارات. لاحظوا أنتوا شركات السيارات اللي متعارف عليها يا جماعة عالميا تجدها تنتج سيارات مثيلة أو مماثلة أو لا تختلف فيما بينها بكثير من الصفات، ولكن إذا وجدت إيلون ماسك كيف تميز في موضوع إنتاج سيارة تسلا؟ لاحظين الفرق وين؟ أنا حبيت أثير لكم الأفكار قبل ما نبدأ في الموضوع بأمثلة يعني عملية من المحيط المعاصر لنا. تمام؟ لاحظوا أيضا إذا نزلتوا كمان معي في الصورة الأسفل، لاحظوا في صورة السيرك يا جماعة أيضا. هذه الصورة لمين؟ هذه الصورة لسيرك الشمس الكندي. سيرك الشمس الكندي هذا أيضا اعتمد البلو اوشن استراتيجي، يعني السوق الازرق منهجيه له، منهجيه ل
إنتاج السيرك العالمي. يعني كيف هو تفرد واختلف، أدخل تقنيات جديدة واستراتيجية جديدة على مين؟ على صناعة السيرك. كيف يعني؟ يعني دخل يا جماعة مثلا يعني ابتعد عن المخاطر، يعني المقاطع اللي فيها مخاطرة هو ابتعد عنها، مثلا المقاطع الفكاهية الكثيرة أيضا مقاطع الضحك ابتعد هو عنها، المشاهير اللي بياخذوا يعني الإيرادات العالية جدا أيضا حذفهم من مين؟ من موضوع السيرك الشمس الكندي. فهو ماذا فعل؟ قلل من عناصر وزود عناصر وابتكر عناصر جديدة. طب شو العناصر ابتكرها؟ إنه عمل مثلا مقاطع من القصص، يعني نسيج القصصي الحكواتي مع فن الباليه من المسرح. فهو دمج من قطاع المسرح وقطاع فن الباليه بعض خلينا نقول الممثلين، وأصبحوا يمثلوا وين؟ أو موجودين في السوق في السيرك الشمس الكندي. فبالتالي هو أضاف قيمة، ابتكر قيمة غير موجودة وين؟ عند اللي هو منافسي في صناعة السيرك العالمي. لاحظوا الصورة، إذا بتلاحظوا الصورة يا جماعة لسيرك الشمس الكندي والصورة التقليدية كيف إنه الأسد هو عنوان هذا السيرك، لاحظين كيف؟ فالسيرك الشمس الكندي ابتعد عن موضوع المخاطرة وابتعد عن إنه يعني يدخل مقاطع اللي فيها خطر في موضوع السيرك أو صناعة السيرك. لاحظوا أيضا معي الصورة بالأسفل اللي متابعين معي بالدورة كيف إنه البصات هنا التقليدية موجودة، لاحظوا كيف البصات التقليدية، واللي أسفل منها البصات لشركة نابي. شركة نابي يا جماعة أبحرت في السوق الأزرق من أوسع أبوابه، لاحظين كيف صورة الباص اللي أنا يعني بستعرض فيه الآن لشركة نابي واللي هي أبحرت في السوق الأزرق. هذه أيضا تفردت في موضوع السوق الأزرق وتميزت عن مين؟ عن باقي الشركات بالمظهر والديزاين، الديكور المرتب والديزاين واستهلاك الوقود أيضا وتكلفة الصيانة القليلة. تميزت بعدة شغلات هي أوجدتها وابتكرتها طبعا عن مثيلاتها في الشركات المنافسة. السؤال موجه لكم يا جماعة، يا من يعني أنتم الآن معي، أين ستبحر أنت؟ مين يجاوبني على هذا السؤال؟ خلينا نجاوب، مشكلة يعني خلينا يعني نتكلم، يعني نتكلموا يا جماعة، أين ستبحر أنت الآن؟ يلا مين يجاوبني؟ أستاذ فايز تفضل. أستاذ فايز إذا حاب تشارك معنا. هو طبعا أستاذ حسب الشرح اللي قدمت لنا هي الإبحار بالمحيط الأزرق أفضل، بس هذا يعتمد على أنه يكون في عنا ميزة تنافسية أو قيمة مضافة على المنتج أو مجموعة منتجات نشركها مع بعض. فهذا يحتاج من يعني يحتاج أعتقد خبرة، يحتاج إلى يعني ناس تحوي ابتكار وإبداع، يعني شخص عادي أو طبيعي ما أعتقد يحسن يدخل على المحيط الأزرق. يس كلامك 100% يا أستاذ فايز، ممتاز جدا. وأنت إن شاء الله في هذا الكورس حتتعلم كيف أنت يعني حنعطي الاستراتيجيات والتقنيات اللي إن شاء الله تساعد اللي هو أشخاص أو الشركات على هذا الموضوع، تمام؟ لا تقلق بإذن الله تعالى، بس خليك يعني متابع معنا، وأنت رفعت المادة التدريبية إن شاء الله حتستفيد منها. مش عارف في شخص آخر رفع يده يا جماعة، مين رفع يده؟ من رفع يده؟ مين حابب يتكلم مداخلة؟ مش عارف، أنا في شخص رفع إيده يا جماعة أنا ما انتبهت له. طيب يرفع إيده يعني يا جماعة شارك، أنا فيش عندي مشكلة. طيب الآن أنتم يا جماعة يا من تحضرون معني وتسمعون، أنت وين حتبحر؟ قرر من اليوم. إذا أنت حبيت اليوم تبحر في السوق الأزرق أو المحيط الأزرق، إذن لازم اليوم أنت تفكر بشكل جدي انه انت تفكر بالاشياء الجديده، بالاشياء المبتكره، بالاشياء اللي ممكن تضيف قيمه نوعيه ورائعه واستثنائيه لمين؟ للمتابعين او حتى للزبائن الخاصين بك. اليوم ما بينفع انه انت تكون ضمن السوق الاحمر. لاحظوا السوق الاحمر كيف، يعني ممكن تلاقي 50 60 70 100 شركه تمام مثلك بقدموا خدماتك، بقدموا منتجاتك. اذا انت ما ابتكرت منتج يا جماعة أو ميزة أو خاصية أو باكيجينج معين في منتجك أو أي شيء تمام اللي أنت تجدد به
تمام خدماتك أو منتجاتك أنت اليوم لن تبحر في سوق أسرق. إذن هذه الاستراتيجية تعتمد على موضوع الابتكار، قديش أنت بتكون مبتكر وقديش أنت بتكون إنسان مبدع بتفكر صح، قديش أنه أنت اليوم بتقتحم السوق الأزرق يعني من أوسع أبوابه. وهذا جماعة ما تستبق الأحداث، إحنا حنوضح إن شاء الله من خلال تقنيات عملية ويعني استراتيجية مصفوفة في عنا مصفوفة حنتكلم عنها في هذا الصدد وحتضح أمامكم بإذن الله تعالى. طيب إذن الآن لو أنا حكيت بسؤال آخر، ما هو السوق الأزرق في البزنس؟ ما هو السوق الأزرق في البزنس؟ لاحظوا يا جماعة كيف صفاء اللون في السوق الأحمر وكيف صفاء اللون في السوق الأزرق. لاحظوا المحيط كيف المية كيف الزرقاء هيك توحي بهيك بأريحية وبنظر إنه أنت نظرك لما حتى تنظر إليها توحي لك باستقرار نفسي هيك وراحة، إنه أنت مستقر ونفسيا إنه أنت مرتاح تمام، مش زي منظر السوق الأحمر. الآن طيب خلينا الآن نتطرق إلى مفهوم السوق الأزرق، وبعد هيك نتطرق إلى مفهوم السوق الأحمر ونفرق يا جماعة بين السوق الأحمر والسوق الأزرق تمام. الله أكبر طيب خلينا أتكلم أبدأ الآن بالسوق الأزرق. السوق الأزرق ما هو السوق الأزرق؟ طبعا تابعوا معي في الإسلايدات يا جماعة. السوق الأزرق بيتكلم عن جميع الصناعات غير الموجودة في عالمنا اليوم، لاحظ غير موجودة، يعني ممكن تتكلم عن مثلا عن نوع من خدمة معينة، عن نوع من صناعة معينة، ممكن مثلا تتكلم عن خدمة تكميلية، عن يعني المهم في صناعة غير موجودة يعني لم يكن لها وجود أوكي. وهذه الاستراتيجية خلينا نقول هي أنت لسه في شيء لم تكتشفه بعد، لم تتوصل إليه بعد، ولم يصل المنافسون إليه. يعني كيف يعني؟ يعني ما في لسه منافسة في هذا المنتج أو في هذه الصناعة. هتقول لي طيب أنا أبحرت في سوق أزرق لكن والله غيري لديه نفس المنتج بنفس الخصائص وبنفس النوعية، بحكي لك هذا أنت لم تبحر بعد في السوق الأزرق، اسمح لي تمام. إذن أمر المنافسة في غير مطروح، هذه هي شروط السوق الأزرق. طيب القواعد، هل القواعد معروفة؟ قواعد اللعبة برضو غير معروفة، بتكون مجهولة تماما، على عكس يا جماعة السوق الأحمر. من يبحث في السوق الأحمر تجد قواعد المنافسة معروفة ومعلومة لدى الجميع تمام، الكل بيعرف إيش قواعد المنافسة في السوق الأحمر أوكي. وكمان حتى الإيرادات بتكون أو نسبة المخاطرة معروفة معلومة، نسبة الأرباح أيضا معلومة تقريبا خلينا نقول تمام يا جماعة. هذه الصورة مهمة جدا. إذن بتعريف آخر بنحكي السوق الأزرق هو عبارة عن هو الأسواق الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد بواسطة مين؟ الناس الليدرز اللي موجودين في السوق يا جماعة تمام، المتحركين الأوائل في الصناعة لسه لم يكتشفوها بعد. إذا أنت أردت حضرتك أن تبحر في سوق أزرق سواء يا جماعة في بيرسونال براند أو في خلينا نقول براندينج لبزنس خاص بك أو في مثلا صناعة تقليدية مشروعك أي شيء، لازم أنت اليوم أنت موجود معي في المحاضرة تتبنى شعار السوق الأزرق ومبادئ وتحركاته، لأنه هذا جماعة بيسهل عليك بشكل كبير أنه أنت تتجنب التصادم والتنافس مع مين؟ مع منافسيك أوكي؟ طيب خليني أنزل على مفهوم السوق الأحمر وبعدها بنشوف إذا في سؤال أو حابين نوضح شغلة. مفهوم السوق الأحمر إذا بتلاحظوا السلايد الله هيك أنا لو أنت بالأحمر بس عجبكم اللون الأحمر هيك أنتوا حتى لاحظوا اللون الأحمر كيف لما أنت بتلون فيه بيختلف عن موضوع اللون الأزرق، أكيد بتتفقوا معي. طيب خليني أنا أتناول السوق الأحمر. السوق الأحمر هو بشكل مختصر يا جماعة هو عبارة عن إيش؟ المنتجات، الأسواق، الأعمال، الشركات اليوم الموجودة في عالم الأعمال، وبتكون زي ما حكينا يا جماعة قوانين المنافسة معلومة ومعروفة
القوانين معلومة لدى الجميع. يعني أضرب مثال، يعني هتقول لي والله شركات السيارات، أكم شركة سيارات موجودة عندنا في العالم؟ لاحظوا شركات كثيرة، تمام، الكيا وجنرال موتورز مثلا والهونداي ومثلا الشركات الألمانية الفولكس واجن والمرسيدس، يعني هدول كلهم يا جماعة يبحرون في سوق أحمر، لأنهم بنتجوا سيارات خلينا نقول متماثلة في الصفات والخصائص. أوكي، الحواسيب كذلك، لاحظوا شركات صناعات الكمبيوتر مليئة الهواتف، مليانة الهواتف، الصناعات البترولية كثير من الشركات البترولية موجودة، هذه كلها تندرج تحت مين؟ مفهوم السوق الأحمر. طب ليش حكبتنا عليها؟ لأنها صناعات متكررة موجودة بكثرة شائعة، يعني أصبحت شائعة اليوم في عالمنا. يعني أضرب لك مثال، لو أنا كيوسف بدي أتكلم عن موضوع وغيري بتكلم عن نفس الموضوع، غيري بتكلم عن نفس الموضوع بنفس الصورة وبنفس النمطية، يبقى أنا هيك ماني موجود في سوق أزرق. طب إيش أنا أعمل؟ لازم أنا أحسن وأوجد أشياء يا جماعة فيها اختلاف، الاختلاف أو الاتيان بشيء جديد، هذه هي الفكرة الرئيسية. طبعا أساس النجاح بكون الخاص بها مين في سوق الأحمر؟ هي المنافسة القوية والدموية، المنافسة القوية والدموية. طب هذا إيش بتعتمد؟ بتعتمد برضو تقنيات، ما لها يا جماعة؟ تقنيات يا إما إني والله أخفض التكلفة أو أميز منتجي. طبعا مين يجاوبني إنه ما بعرف إذا حدا بيعرف أو ممكن له خبرة، لكن انت عشان تبحر في سوق احمر بيحكي لك بورتر يا جماعه. بورتر ماذا يتكلم؟ بيقول لك يا اما بتقلل تكاليفك او بتخلي المنتج عندك مميز، اللي يسميه الكوست ليدرشيب استراتيجي او الديفرنسيشن استراتيجي. تمام، واضحه الصوره؟ خليني قبل ما ادخل على المفارقات بين المحيطات الزرقاء والحمراء، شو حابين نوضح؟ في حاجه مش واضحه؟ يعني اذا احد لم تتضح لديه الصورة، مين حابب انه يعني بسؤال؟ في سؤال، في شيء غامض، في شيء غير يعني واضح، خليني انا اكمله. طيب يعني انا افهم هيك الامور تمام، وانه ما شاء الله عليكم 100%، تمام. طيب خليني أنا الآن أكمل، ما هو الفرق بين المحيطات الحمراء والمحيطات الزرقاء؟ نتكلم عن موضوع مساحة السوق. مساحة السوق زي ما أنتم ملاحظين في المحيط الأحمر دائما بيكون التنافس ضمن السوق يا جماعة. يعني انت اليوم كشركة بتتنافس انت والشركات في نفس المساحة في نفس الصناعة، بينما في المحيط الازرق بكون انا بعتمد اني لازم انشئ سوق جديدة. ما بينفع انه انا اعتمد البلو اوشن او السوق الازرق ولا انشئ سوقا جديدة. اوكي، لازم هذا نتفق عليه. في السوق الاحمر بكون عندي التنافس ضمن نفس مساحة، يعني نفس الدائرة، انا قاعد بكسر نفسي مع مين؟ مع المنافسين. ولكن في المحيط الأزرق لا، أنا بطلع برا هذه الدائرة، بقول يا جماعة أنا لازم يكون عندي منتج غير عن اللي عندكم، لو سمحتم خليكم كسروا بعض، أنتوا خليكم طبشوا بعض في نفس الدائرة، أنا مالي دخل فيكم، أنا في سوق الأزرق. أوكي، طبيعة المنافسة، نيجي للبند 2. طبيعة المنافسة بتكلم عن المحيط الأحمر، إنه أنا دائما أساسي بكون إني أتصادم مع المنافسين، يا إما شو بعمل؟ إني بخفض الأسعار أو أتلاعب بالأسعار أو مثلا أتلاعب بالجودة، تمام؟ وإيش بكون هدفي؟ إني ألحق الهزيمة بالمنافسين. هذه هي الصورة اللي بتكون مطبوعة مين؟ يعني في ذهن الشركات الموجودة في السوق الأزرق. ولكن في المحيط الأزرق لا يا عمي، ما في هذا الكلام. أنا المنافسة عندي أمرا غير مطروح، أنا يعني ما في عندي حاجة أو شركات أنافسهم، أنا لوحدي، أنا في سوق أبحر لوحدي، ما بحتاج أتصادم مع حد، ما بحتاج أتنافس، ما بحتاج أعلي أسعاري ألعب في جودتي، لا، أنا بقدم جودة مثلا رائعة لزبوني، خلاص أنا جودتي رائعة جدا بغض النظر عن التكلفة.
تمام. وهذا الكلام حنشرحه جيدا في البيزنس موديل الخاص بالسوق الأزرق، كيف انه البيزنس موديل بيعتمد على تقليل التكاليف ومن ثم ايضا رفع الجودة المطلوبة لمين؟ للمستهلك او للباير، للباير اللي بيشتري مين؟ القيمة مني يا جماعة، بنسميها الفالي انوفيشن. كيف اصل للفالي انوفيشن؟ لابتكار القيمة من خلال اني اقلل الكوست وارفع القيمة المقدمة للزبون، تمام. هذا حنشرحه بالتفصيل. طبيعة الطلب، اليوم الديسيجن ميكرز بيفكروا في الريد اوشن او في المحيط الاحمر، انهم اليوم والله انا بدي استغل الطلب الحالي، انا عندي طلب حالي موجود في السوق، انا بذهب وانافس الاخرين واحاول اني حتى اخذ منهم من الزبائن واستغل الطلب الموجود. طب يا عمي ما في طلب جديد، ليش انت ما تستثمره يا اخي؟ طب وين الطلب الجديد؟ حتقول لي بقول لك يا عمي موجود في السوق الأزرق اليوم. إذا ماذا عليك؟ أن تنظر خارج هذه الدائرة، أن تفكر خارج الصندوق، أن تذهب إلى قطاعات أخرى، إلى بدائل أخرى، إلى new strategies، إنك تجيب متابعين جدد، تجيب مثلا خلينا نقول زبائن محتملين وهكذا، وأن أنت تستحوذ على هذا مين؟ على هذه التارجت. هنا اليوم الذكاء يا جماعة لازم نفكر فيه، تمام؟ طيب نشوف استراتيجية الكلفة والقيمة. زي ما حكينا بورتر، شو بتكلم بورتر عن الكلفة والقيمة؟ انه يا انا عشان اتميز، بحكي لي بورتر لازم اقلل تكلفتي او اتميز، تمام. وهذا المحيط الاحمر اللي بحكي عنه يا جماعة، انه اجراء صفقة القيمة مقابل الكلفة. يعني لو انا بدي اقدم منتج عالي الجودة لازم اضحي بالكوست يا جماعة. ليش؟ لانه لازم انا اصرف على هذه الجودة. هيك مفهوم الريد اوشن، انه انت بتحتاج عشان تقدم قيمة عالية، القيمة هذه بتكلفك في المين؟ في الريد اوشن او في المحيط الاحمر. لكن في السوق الازرق لا يا عمي، قال لك ريني مابورن و دبليو تشان كيم بيحكوا لك العالمين هذول اللي ابدعوا في وضع الاستراتيجيه الاستراتيجيه السوق الازرق، واللي احنا مفروض نتكلم عنهم باسهاب اكثر، ولكن انا ما في عندي وقت اتكلم عنهم بصراحه، العالمين اللي وضعوا هذه الاستراتيجيه، ولكن انا بذكرهم يعني هنا لانه لازم انا اذكرهم. هذا يعني فضل العلماء لانه احنا بنستفيد منهم، فكل الشكر لهم على هذه الاستراتيجيه اللي هي فعلا يعني خلتنا نفكر خارج الصندوق، تمام. فبتكلم يا جماعة أنه اليوم ما في في السوق الأزرق حاجة اسمها أنه أنا عشان أعلي القيمة لازم أضحي بالأمين، أني عشان أعلي التكلفة الخاصة بي لازم أعلي القيمة، تمام. اليوم ما بنفع في السوق الأزرق، بقول لك لا، أنه ممكن أنت تعلي القيمة الخاصة بك الباير فاليو أو القيمة الخاصة بالزبون مع تقليل التكلفة. هذا الكلام طبعا يرفضه بورتر يا جماعة، يرفض بورتر، بحكي لك لا ما بينفع هذا الكلام، أوكي. طبعا هل العالم هل أيضا انتقد الاستراتيجية الخاصة أو نظرية بورتر، وقال لا إنه اليوم بنفع أنا أقدم قيمة رائعة ونوعية، تمام، مقابل أيضا إني أقلل التكلفة. حنشوف الأمثلة على ذلك الموضوع، وكيف إني أنا أيضاً ألعب في المنحنى التنافسي الخاص بالبزنس موديل الخاص بشركتي أو مشروعي، وإني أيضاً أقلل تكلفتي بدون التأثير على الميزات، بالعكس بل إني برفع الميزات مع تقليل التكلفة. هذا هو الإبداع في مين؟ والابتكار في موضوع البلو أوشن أو المحيط الأزرق. طب خلينا نتكلم عن رقم 5 يا جماعة، الأنشطة المنظماتية. إيش الأنشطة المنظماتية أنا بقصد فيها هنا؟ بقصد فيها يعني الأنشطة التي تمارس في البزنس الخاص بك. يعني نتكلم عن المشتريات، عن عمليات الإنتاج، عن عمليات المبيعات، عن عمليات التحسين، عن قسم الجودة مثلا، عن العمليات التشغيلية اللي بتكون في مؤسستك، أوكي؟ أو في شركتك. إيش هذه مالها؟ طيب شو علاقتها بالمحيط الأحمر والأزرق؟ بنقول لك يجب عليك أن تكون تبعية أنشطة المنظمة بمجملها، يعني كلها تكون تابعة وين يا جماعة؟ تابعة وراء الاستراتيجية الرئيسية للسوق الأزرق اللي هي مين؟ تتكلم أنه أنا أتميز وأقلل تكلفتي بنفس الوقت، أوكي؟ كلام واضح للجميع ولا مش واضح؟ خليني أخذ أسئلتكم يا جماعة، خليني أخذ إذا في أسئلة
أو استفسارات من طرفكم، بتمنى لقيت الصورة تكون وضحت لكم أكثر جلية عن هذا الموضوع. يلا أعطوني أسئلتكم أو مشاركاتكم إذا عندكم مشاركات. الأنشطة المنظماتية عشان أنا أنهي أيضا هذه النقطة، في المحيط الأحمر شو بتتكلم؟ بتحكي لك إنه تبعية أنشطة المنظمة وين بتكون للخيار الاستراتيجي اللي بتكلم يا إما حكينا عنه يا جماعة، يعني مركزين معاي، إما بكون في موضوع تقليل التكاليف الكوست ليدرشيب استراتيجي أو الديفرينشيشن استراتيجي. بقول لك بورتر فقط يجب أن تتبع أحدهما، والأنشطة المنظماتية بتكون تابعة لمين؟ لون استراتيجي واحدة فقط، وهذه المشكلة هنا تكمن. تمام؟ يا إما أني بخلي كل الأنشطة المنظماتية بتتبع أنه والله دائما أقل تكاليفي، يعني أنا بذهب لو أنا يعني decision maker دائما بحاول اقلل التكلفه في وين، في المبيعات، اقلل التكلفه في التسويق، اقلل التكلفه في عمليه الانتاج، اقلل التكلفة، فبتلاقيني مركز على استراتيجيه واحد بحاول اطبقها وين، في كل انشطه المنظمه. تمام، شفتوا كيف الفرق هنا بين الازرق والاحمر؟ طيب مين عنده سؤال قبل ما ننتقل الى نموذج العمل الخاص بالسوق الازرق؟ مين عنده سؤال؟ من لديه اضافه، مشاركه، مداخله، سؤال؟ يا جماعة بنحثكم على المشاركة، يعني هذا تبادل الخبرات شيء رائع. يلا شاركوا معنا. طب يعني أنا لازم أحكي لكم إن أنا تعبت يعني عشان واحد يشارك. طب مش مشكلة، يعني أنا كنت بس يعني بحاول أشرب الماء يعني، لكن فيش حد راضي يريحني، فأنا خليني يعني أتكلم. مع أنه مشاركة جماعة جميلة، يعني تضيف خبرة وتفيد تبادل للمعرفة، وكمان بتوضح أنه اللي غيرك موجود فاهم يعني. طيب أتمنى عليكم يعني ارفعوا أيديكم وشاركوا، يعني هذا شيء طيب، يعني أنا أصر لما بجي التفاعل يعني، أو بدي يعني تفهموني يكون فاهمين الموضوع أكثر كمان. طيب خليني أنا الآن أدخل على السلايد اللي بعد هيك، نموذج العمل الخاص بالسوق الأزرق. بنتكلم يا جماعة عن النموذج زي ما انتم ملاحظين، تابعوا معي في السلايدات، يا من تسمعونني تابعوا معي في السلايدات، لاحظوا انه في عندنا مثلثين. لاحظوا هذا المثلث بتكلم الأحمر عن الكوست، كيف اني أقلل يعني الكوست أو التكلفة بتقل تنزل لتحت، والباير فاليو بترتفع، انه قيمة المشتري أو القيمة الأدد فاليو بترتفع لمين؟ زي ما انتم شايفين اتجاه السهم. طب وين حتوصل هذه يا جماعة في المثلثين؟ حنصل لحاجة اسمها ابتكار القيمة. إيش يعني؟ إنه value innovation، يعني أنا كلما قللت التكلفة، تكلفة الأنشطة المنظماتية والعمليات اللي عندي وآخره، وكلما أنا زدت القيمة المقدمة للمشتري، فبالتالي أنا وين بصل للمنطقة اللي أنا ببتكر فيها القيمة يا جماعة. هذه أروع شيء إنه تحكي عن مين؟ البلو اوشن استراتيجي. طيب الان خليني ادخل في يعني في صلب الموضوع اكثر. طيب شوف ابراهام، اخيرا يا ابراهام انت حتشارك. اخيرا اي ابراهام، تفضل تفضل، مايك لديك ابراهام، مشاركه يا ابراهام تفضل. ابراهام ابراهام، طيب ابراهام يعني المايك مفتوح معك. طيب نشوف ابراهام، المايك مفتوح معك، حابب اذا تشارك فشارك يعني، لا مشكله. طيب استاذ فايز تفضل. استاذ فايز حياتي استاذ، الله يحليك، حياك الله. بدايه الله يعطيك العافيه، بنعذبك معانا وما عم نقدم مقابل جهدك شيء. ذكرت انه بدنا يعني نوفر تكلفة ونرفع قيمة. إيه يعني أنا اليوم بمثال عملي، يعني اليوم منتج له تكلفة معينة، له يعني خامات صنع، له كذا، يحتاج يعني مبالغ معينة، ف يعني كيف بدي يعني وفر بهاي التكلفة ويعني أقدم له قيمة؟ يعني كل شيء له حقه. أكيد أكيد، أنا هاي أنا يعني فكرتي. فشلون بدنا يعني نعمل عملية تناغم أو يعني
توفيق بين الأمرين. جميل جدا سؤالك يا أستاذ فايز. سؤالك يعني خلي بالك احنا السؤال هذا يا أستاذ فايز كلمة التناغم انا هادي بين قوسين ان شاء الله حوضح لك اياها في بعد قليل لما اضرب مثال على احدى الشركات اللي ابتكرت سوق ازرق جديد لها. بدي اضرب لك مثال عملي حي كيف هم استطاعوا يقللوا من التكاليف ويبتكروا في مين في بعض الميزات او العناصر التنافسية. ولكن انت استبقت السؤال تمام، خلي سؤالك هذا موجود وانا ان شاء الله حجيبك عليه يعني كمان شوية او يعني بعد قليل باذن الله تعالى بمثال عملي واضح تمام، عشان انا ما بدي استبق يعني الشرح. طيب مشكور أستاذ فايز يعني لمشاركته ومداخلته، إن شاء الله حنجيب على سؤاله بعد قليل بمثال عملي واضح إن شاء الله. وكلمة التناغم مهمة جدا، جميلة هذه الكلمة عجبتني، حوضح التناغم اللي عملته شركة سيرك الشمس الكندي وشركة نابي وشركة سوفيس إيرلاينز ومثيلاتها مثل شركة توبونت أيضا. طيب طيب خليني الآن أكمل معكم يا جماعة العنصرين اللي هم حيقللوا من التكاليف تمام. لاحظ معي أستاذ فايز الآن في هذا الشرح برضه هذا الشرح حيكون يعني في جزء من الإجابة على سؤالك تمام. توفير التكلفة أنا كيف بشتغل عليه يا جماعة؟ هنا بعتمد عنصرين مهمين، هو ما الاستبعاد اللي هو بنسميه الاستبعاد الإليمينيشن، وأيضا موضوع التقليل reducing، كيف إنه أنا أستبعد وأقلل عوامل تنافسية. ركزوا لي على موضوع عوامل تنافسية حنوضحها برضو في المثال. إني أستبعد يا جماعة لاحظوا استبعاد يعني خلينا نقول شبه حذف، يعني بعمل deleting لبعض العناصر من البزنس موديل الخاص بي، أيضا وأقلل reducing من بعض العناصر التنافسية. كيف هذا الكلام؟ هعكس لك اياه بمثال عملي اوكي، لكن خليك انتبه معي في هذا يعني في هذه التاسيس المعرفي. ايضا رفع قيمه المشتري، كيف انا بدي ارفع قيمه المشتري؟ من خلال اما صنع عناصر جديده، يعني ايش صنع؟ يعني انا انشئ عناصر جديده تماما يا جماعه ركزوا معي، انشئ عناصر جديده تماما، وايضا بعمل على زيادة بعض العناصر. يعني أنا مثلا عندي بعض العناصر بتكون موجودة بنسبة معينة، أنا بعمل على تزويد حدة هذه العناصر التنافسية الموجودة، أو أن أنشئ عناصر جديدة. وحنشوف كيف أنه أنا حزود، وحشوف كيف أيضا كيف أصنع وأنشئ عناصر جديدة. طيب الآن في السلايد التالية، تابعوا معي في السلايد التالية أعزائي المستمعين، ما هي الفكرة الرئيسية للانتقال من السوق الأحمر إلى الأزرق؟ الفكرة الرئيسية تعتمد على مبدأ أساسي جماعة وسهل جدا، إما من خلال إنشاء مساحات وصناعات جديدة، إنه أنا أنشئ والله مساحة أو صناعة جديدة لم يتطرق إليها أحد قبلي تمام. طب مين مثال على هذا الكلام اليوم في شركتنا المعاصرة؟ مثال وأوضح مثال مين؟ شركة جوجل. لاحظوا اليوم شركة جوجل لأنه هي بتعتمد على يا جماعة الصناعة التكنولوجية، فلاحظوا بتجيب لنا دائما أشياء بتفاجئنا بأشياء جديدة إحنا ما سمعنا فيها أوكي. هذا مثال ذلك على شركة جوجل. طيب أو خليط بين هذه الفكرة الثانية، خليط بين أفكار محيط أحمر مع أفكار جديدة تشكل محيط أزرق جديد. يعني أنا والله هقول لك أنا كيوسف والله بخاف أنشئ تطبيق جديد ما حدا سمع فيه وما حدا عرف فيه، لأنه هذا يا جماعة أرد عليه مخاطرة عالية، لأنه الشيء لما أنا أعمل منتج وأجي أقنع الناس باستخدام هذا المنتج وهو لم يسمع به أحد ولم يجربه أحد ولم يستخدموه، فبالتالي أنت بتعمل مخاطرة عالية جدا. أحيانا يا جماعة المخاطرة العالية ممكن يعني تخليك من أصحاب المليارات، أنت ممكن تكون يعني في القاع، ممكن يعني تنتج تشتغل على بزنس موديل أو فكرة، الفكرة تكون جديدة تماما وتنال إعجاب الملايين، وانت بعدك تصير من أصحاب المليارات. وهذه صارت معنا يعني مثال أمثلة ذلك منتجات يعني شركة جوجل تمام. يعني وأكبر مثال خليني يعني أحكي لك مارك زوكربيرغ. مارك زوكربيرغ يا جماعة فكرته الأساسية كانت وين؟
انه هو كان ينشئ برنامج او موقع يتواصل فيه مع اصدقاء الطلاب في الجامعه. شوفوا اليوم مارك زوكربيرغ اليوم اصبح من اصحاب المليارات، تمام؟ هذه الافكار كانت جديده، بس اليوم مثلا الفيسبوك نقدر نقول اليوم هو انه انحدر في السوق الاحمر. ليش؟ لانه في شركات اصبحت مقلده لهم. طب الاستاذ فايز حاب يضيف حاجه؟ الاستاذ فايز تفضل. استاذ فايز تحياتي استاذ، اذا سمحت لي انا حابب اطرح مثال يعني عربي مو اجنبي. هو المهندس السوري محمود شحود فاز بجائزه $1,000,000 على تطبيق لتتبع العادات. يعني هو تطبيق موجود سابقا بالسوق الاحمر، لكن اضاف عليه قيمه، اضاف عليه ميزات جديده جعلته تطبيق منافس، ويعني استفاد منه اكثر من 20,000 شخص. فهو اخذ جائزه افضل مبرمج عربي ل 2022. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. شكرا شكرا استاذ فايز. يعني مثال يعني بيضرب ايضا الاستاذ فايز من الأمثلة الرائعة لنماذج عربية. طبعا احنا يعني نتشرف بهذه النماذج العربية، ونتمنى ان شاء الله تكون نماذج كثيرة ومتنوعة انه تضيف قيمة للعالم يعني ان شاء الله تعالى. طيب نشوف حد، لا ما حد شرف علي. طيب خلينا نكمل اذا ما في سؤال، اذا ما في سؤال ايضا او اضافة نكمل. تمام جماعة، اذا هذه الفكرة اللي بتبنى عليها السوق الأزرق، إنه يا إما بجيب فكرة جديدة، تمام؟ هذه الاستراتيجي 1. الفكرة الثانية إنه بشوف يعني مثلا المثال اللي ذكر الأستاذ فايز على التطبيق للمبرمج العربي، إنه أضاف فكرة جديدة لهذا التطبيق واستفاد منه حوالي 20,000 شخص. هذا استخدم يا جماعة خليط من أفكار من المحيط الأحمر. ليش؟ لأنه في عندنا تطبيق سابق وهو طور عليه مع أفكار جديدة، فشكل محيط أزرق جديد فنجح، والرجل يعني أصبح من أصحاب الجوائز يعني وتكرم. تمام، هذه هي الفكرة يا جماعة اللي احنا لازم نفكر فيها. طيب اليوم أنا بدي أتكلم أيضا، أضيف لك هنا مصدر الأفكار. واحد حيقول لي طب أنا من وين يا أخي بدي أجيب أفكار؟ أنا والله يعني تعبنا من الأفكار وإنه احنا نجيب أفكار. بقولكم يا جماعة اليوم أنا في عندي دماغك، عقلك اللي بين إيديك هو يا جماعة أكبر مصدر للثراء، وهذا كثير ناس بيتفقوا معي سواء من الموجودين أو من غير الموجودين. أفكارك اللي في عقلك هي اللي ممكن تخليك من الأثرياء، ممكن اللي تصعد بك نحو السحاب. دماغك هذا بيمتلك 100 مليار خلية عصبية، تمام؟ يعني تقريبا هذا العدد من مصدر ويكيبيديا، لكن ممكن يكون يختلف أقل أو أكثر. الدماغ هذه يا جماعة بيحكي لك إنه الإحصائية هي 100 مليار خلية بتقدر تستوعب 15,000 كتاب، وكل كتاب بيحتوي على 1,000 صفحة. يعني شوفوا هذه السعة اللي دماغك وخلاياك العقلية تستوعبها، يعني شيء يعني مهول. الجمجمة هذه كيف الدماغ اللي لا يبلغ حجمه 1300 سنتيمتر مكعب. شوفوا كيف انه احنا بعض الاشخاص والله يا جماعة غير واعيين وغير مدركين لحجم هذه النعمة اللي بين ايديهم. عقلك اللي بيحتوي على مليارات الخلايا اللي انت للأسف معطل هذه الخلايا. مصدر افكارك الناجحة والثرية هي هذا العقل. طيب الآن هذه طبعاً السلايد يا جماعة اللي هي أنا بدي أعرفك إنه مصدر أفكارك وين؟ إنه أفكار الثرية بتجيبها من وين؟ من العقل. إيش أنت؟ يعني ما تستقبله أنت اللي بتستخدمه يا جماعة في عقلك، بتستقبل معلومات، بتستقبل تقنيات، استراتيجيات، المعارف بتستقبلها وين؟ طبعاً هذه كلها بداخلها لعقلك، وأنت بتترجمها إلى مين؟ إلى أحداث ونتائج وإلى أكشنز من خلال إيجادها على أرض الواقع. طيب كيف أنتقل من الأحمر إلى الأزرق؟ السلايد اللي بعد هيك لو سمحتم انتقلوا معاي. كيف أنتقل من الأحمر إلى الأزرق؟ السر يا جماعة بكون وين؟ في كلمة واحدة، هو ابتكار القيمة. لاحظوا وين كررنا هذا الابتكار؟ في البزنس موديل أو في الموديل الخاص بمين؟ بالاستراتيجي تابع الخاصة بالسوق الأزرق، الفاليو انوفيشن أو ابتكار القيمة. هو زي ما حكينا الكلمتين هذول هم الأساس في تكوين أي سوق أزرق. أنت بتسعى للتميز وللتفرد لازم تعتمد موضوع value innovation أو ابتكار القيمة. طب بسط لي إياها بالله يا أخي يوسف، بحكي لك إنه بدك تعمل على إدخال طرائق جديدة، اتباع أفكار جديدة،
أساليب لم يتناولها الآخرين باختصار. هذا يعني الجملة بتختصر لك الموضوع، أنه أنت اليوم بدك تعمل حاجة جديدة، تمام؟ وزي ما حكينا في ناس هتفهمني هتقول طب الجديدة جديدة أنا ما بقدر يا أخي، من وين بدي أجيب؟ بتكلم بقول لك يا أخي شوف في عندك طريقة ثانية، شوف السوق الأحمر إيش في أفكار يا أخي وابني عليها، زي ما حكينا في الأمثلة السابقة في مثلا ساوث ويست إيرلاينز، زي مثلا اللي هنتكلم عنه يا جماعة الآن، أو في شركة الشمس الكندي، أو في شركة تسلا مثلا. يعني إيلون ماسك يا جماعة ما راح مثلا عمل سيارات مثل الشركات الموجودة فورد أو مثلا فولكس واجن أو مرسيدس أو الشركات الموجودة، لا، اليوم هو ابتكر شيء مختلف، يعني فكر خارج الصندوق، تمام؟ وحكينا أمثلة على أصحاب المدخل الأول. منهم أصحاب المدخل الأول مثل شركة جوجل، لما حكينا أنهم قديش هم أثروا المعرفة والحضارة الإنسانية بتطبيقات ساعدتنا على التطور والتحسين في حياتنا اليومية. طيب خلينا أنا أذكر معاكم مثال اثنين، أتمنى أنكم بتتابعوا معي يا جماعة في السلايد، أنا بمشي بحاول سريع شوية عشان أنا بدي إيش يعني، ما بدي أطول كتير في المحاضرة، ما بدي تزهقوا وتملوا. طيب مثال اثنين، شركة الطيران ساوث ويست إيرلاينز. لاحظوا أنتوا هذه قصة شركة الطيران، لاحظين إذا بتلاحظوا معي في هذه الصورة بتلاحظ إنهم موجود المهرجين في داخل الطائرة، وشوفوا كيف المسافرين بصوروا المهرجين هدول. هذه الشركة شوف كيف يا جماعة أبحرت في سوق أزرق، ماذا فعلت؟ هذول جابوا أدخلوا في صناعة الطائرات يعني بعض الميزات اللي هم ميزتهم عن غيرهم من شركات الطيران العالمية. أذكر هذا المثال فقط، أنا طبعا حناقش المنحنى التنافسي الخاص بمين بهذه الشركة فيما بعد بالتفصيل، موجود في الدورة التدريبية هذه. ذهبوا إلى قطاع النقل البري، وين ذهبوا يعني قطاع النقل البري؟ إلى سوق أحمر، ودرسوا خصائص هذا قطاع النقل البري. وجدوا إيش يا جماعة؟ أنه في والله مثلا الوجبات فيها ذات تكلفة قليلة، وجدوا أنه أسعار التذاكر أيضا تكلفتها قليلة، وجدوا أيضا أنه بإمكانك أنه مثلا في تكرار لمين للنقلات، مثلا يعني سيارة بتنقل في نفس اليوم مثلا 4-5 مين رحلات، بتعمل 4-5 رحلات في اليوم الواحد. فمن هنا أخذت الصناعة اللي موجودة في مين في سوق أحمر ونقلتها إلى سوق مين يا جماعة؟ عالم الطائرات. فدخلت مين ساوث إسلاين أو شركة الطيران هذه، دخلت هذه الخصائص إلى صناعة الطيران، يعني نقلت التجربة من قطاع النقل البري إلى قطاع النقل الجوي. ملاحظين كيف الذكاء وين هنا؟ فهم كانوا من أصحاب المدخل الثاني. إيش يعني أصحاب المدخل الثاني؟ يعني ذهبوا إلى سوق أحمر، أخذوا أفكار ومن ثم أوجدوا أفكار جديدة وخلق، يعني عملوا بالخلاط أفكار جديدة مع أفكار من السوق الأحمر، ووجدوا سوق أزرق جديد لهم. طبعا أنا حشرح، هم طبعا استغلوا زي ما حكينا التكلفة الرخيصة في قطاع النقل البري، الوجبات ذات التكلفة القليلة، وتكرار الرحلات حنتكلم عنه في المنحنى التنافسي الخاص بهذه الشركة طبعا بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. خلينا هنا نلاحظ الآن ما الفرق بين عناصر توفير التكلفة وتزويد القيمة. يعني كيف أنا لما أنا بدي أزود القيمة وأوفر التكلفة؟ طيب هنا زي ما أنتم بتلاحظوا أنه تزويد القيمة يتعلق بتوفير عناصر جديدة، بينما توفير التكلفة، يعني إحنا هنا بنناقش جماعة مين؟ بنناقش عنصر توفير التكلفة وتزويد القيمة اللي إحنا حكينا عنهم قبل قليل، تكلمنا عنهم إني أنا في البلو أوشن وفي السوق الأزرق بحاول أوفر التكاليف وأزود القيمة من خلال شو؟ إني أنا بأوفر عناصر جديدة عشان أزود قيمتي، وإني أوفر التكلفة من خلال إيش؟ أستبعد وأقلص عوامل تنافسية، تمام؟ لكن لاحظوا معي التركة الموجودة الحلوة الجميلة
في السوق الأزرق، إنه أنا عشان أصنع عناصر جديدة، لاحظوا يا جماعة صناعة العناصر الجديدة ليس شرطا أن يتعلق بالمنافسين. ملاحظوا إنه في السوق يعني السوق الأحمر ملاحظين إنه ما بيركزوا على العناصر الجديدة صنع عناصر جديدة، لكن السوق الأزرق يجبرك عشان أنت تبحر في سوق أزرق لازم أنت توفر شيء جديد، عناصر جديدة. عشان هيك هذه الاستراتيجية وروعتها إنه هي بتحثك إنه تفكر، تظلك تفكر بأفكار، ما تنام الليل وأنت بتفكر كيف أتميز، كيف أقدم قيمة جديدة، كيف أنا أقدم شيء ما قدمه مين؟ منافسين. فبالتالي هذه هي الروعة في مين؟ في السوق الأزرق. طيب أنا قبل ما تطرق إلى المؤشرات الأربعة، الآن بدي أتكلم عن المؤشرات الأربعة أوضحها بمثال. وهذه طبعا المؤشرات الأربعة يا جماعة اللي حكينا عنها اللي بتابعني، تكلمنا عن موضوع الاستبعاد والتقليص والزيادة والابتكار، تكلمنا عن المؤشرات الأربعة لاستراتيجية السوق الأزرق وكيف طبقتها أكثر من 30 شركة ناجحة على مستوى العالم. خلوا بالكم جماعة هذه الأفكار المعايير المؤشرات طبقتها أكثر من 30 شركة ناجحة على مستوى العالم. في سؤال، في إضافة قبل ما أنا يعني أتطرق للسلايد هذه التالية، هل هناك سؤال؟ طب هل هناك إجابة؟ طيب خليني أنا أبدأ بالسلايد التالية، نتكلم عن المؤشرات. أوكي، نتكلم عن المؤشرات الأربعة ليصير السوق الأزرق. زي ما أنتم ملاحظين إيش أنا بقصد بالاستبعاد أو الإليمينيشن، هو العناصر اللي ما لها يا جماعة بتعتمدها اليوم الصناعة الحالية. يعني أنا شركة يوسف وشركة محمد، شركة محمد اليوم عشان تبحر في السوق الأزرق لازم تشوف شو هي العناصر الموجودة لدى شركة يوسف وتستبعدها. يعني مثلا الأستاذ فايز عشان يبحر في سوق أزرق لازم يشوف العناصر الموجودة في الصناعة الحالية. يعني يوسف شو بيعمل، أمل شو بتعمل، وليد شو بيعمل، نهى شو بتعمل، وأنا كفايز لازم أستبعد العناصر اللي هم شغالين فيها. يعني شوف الشركات المليانة في السوق، لازم أنا أجي كيوسف وأحاول أستبعد العناصر الموجودة لدى هذه الشركات. يعني مثلا والله أنا بشتغل في قطاع يا جماعة الطيران، أو أنا بشتغل في قطاع مثلا التكنولوجيا، وجدت أنه في عندي 100 شركة في سوقي بتعتمد نفس المعايير ونفس البلان ونفس الخطط، أنا بدور شو لازم أعمل؟ لازم هنا أشوف العناصر التنافسية الخاصة بهم المشتركة بينهم وأحاول أستبعدها. من وين؟ من النموذج التنافسي الخاص بي أنا كيوسف. تمام؟ هذا المؤشر الأول اللي بيشترط عليك مين؟ البلو أوشن أو السوق الأزرق. تمام؟ طب نشوف المؤشر الثاني. المؤشر الثاني بقول لك هو التقليص. إيش يعني التقليص؟ يعني بيحكي لك شو العناصر التنافسية اللي أنت لازم تقلصها، تمام، إلى أقل من متوسط الصناعة الحالية. يعني الآن أنت مثلا خلينا نقول والله في عناصر مشتركة بينك وبين المنافسين الموجودين في السوق، اليوم بحكي لك لا يا فايز، لا يا يوسف، لازم أنت تقلل من العناصر الموجودة في شركتك أو في المنحنى التنافسي الخاص بك عشان أنت تبحر في سوق أزرق جديد. طب حتقول لي طب أنا شو العناصر اللي لازم أقلصها من هنا؟ بحكي لك أنت هذا الكلام من خلال دراسة، من خلال دراسة مين يا جماعة؟ القطاعات المنافسة لك، أنك تدرس العناصر التنافسية الخاصة بها، وأنك أنت في شركتك أو في نموذج العمل الخاص بك تقلل من هذه العناصر وما تحاول تقلدهم. خلي بالك إذا أنت قلدتهم بعناصرهم أنت هيك للأسف يعني ما أوجدت شيء جديد. أوكي؟ إذن لاحظوا هنا أنا يا جماعة في الاستبعاد أو في التقليص
أنا بحاول أني أستبعد عناصر موجودة لدى المنافسين وأحاول أن أقلل عناصر موجودة لدى المنافسين، مش أستبعدها، أقللها بنسبة معينة. أوكي؟ فهم الموضوع؟ طيب نيجي نشوف المؤشر الثالث وهو الزيادة. المؤشر الزيادة بتكلم في البلو أوشن أو في السوق الأزرق، بيحكي لك ما هي العناصر الواجب رفعها أو زيادتها فوق مستوى الصناعة الحالي. يعني أنت والله رحت درست مين الشركات المنافسة لك في السوق، وجدت عندهم معايير معينة في مستوى متوسط، أنت إيش بتحتاج يا جماعة؟ بتحتاج أنه أنت والله مثلا يوسف شغال على عنصر تنافسي بنسبة 50%، أنا والله يا فايز أو يا لولي أو يا أمل أو يا وليد بدي أشتغل اليوم أنا على هذا العنصر بنسبة 70%، والله أنا بدي أزود العنصر هذا. أضرب لك مثال، يعني الآن ماذا فعلت شركة الطيران العالمية؟ وجدت أنه يا جماعة الوجبات اللي بتقدمها في شركات الطيران العالمية، يعني صناعة الطيران، شو بتقدم؟ بتقدم وجبات باهظة الثمن. ماذا فعلت شركة ساوث إيرلاين؟ ذهبت وقللت من سعر هذه الوجبات، يعني بدل ما هي $50 مثلا، نضرب مثال، خلتها $20، تمام، وذهبت الفرق اللي بين العشرين والخمسين، تمام، $30 أدخلته في إضافة أشياء أو في إضافة عناصر تنافسية أو في تطوير عناصر تنافسية أو في ابتكار عناصر تنافسية. ملاحظين يا جماعة وين الفرق؟ إذن هي الفائدة لما أنا أدرس عناصر تنافسية لمين؟ المنافسين، وأحاول أنا أقلل منها أو أزود منها، أوكي، أو أحذفها حتى، تمام. هيك أنا ببدأ أفكر بمنهجيات وأساسيات السوق الأزرق. طيب خلينا أشوف الابتكار. شو موضوع الابتكار هنا؟ بيحكي لك ما هي العناصر التي يجب عليك ابتكارها والشركات المنافسين ما انتبهوا لها، أو الشركات الموجودة في السوق اليوم ما انتبهت لهذه العوامل. خلي بالك هذا مهم جدا، وهذا هو أروع عنصر جماعة في السوق الأزرق، أنه أنت ما هي الأشياء أو العناصر التنافسية ما انتبهت أو لم تنتبه إليها الشركات الموجودة في السوق اليوم، وأنت حضرتك أنت يلي بتفكر في السوق الأزرق انتبهت إلها. طبعا أنت حتقول لي طب أنا من وين بدي أجيب يا أخي هذه الأشياء الجديدة؟ يا أخي هذا شغلك، فكر أنت زي ما حكينا في السلايد السابقة، أنت عندك لديك بين يديك 100 مليار خلية اليوم، شغلك شغل يا أخي، فكر فيها، تمام، فكر كيف تستغل، كيف تستثمر، كيف تبدع، كيف تفكر خارج الصندوق. أنت اليوم فكر، تمام، صدقني يا أخي لن تجد أحد يفكر عنك إذا أنت ما فكرت بمصلحتك وما فكرت بالبزنس الخاص بك وما فكرت بتطوير شؤونك وتحسينها، لن تجد أحد أن يفكر عنك. هذا مهم جدا والله يا جماعة. يعني أنا أحكي لك، أنا عندي تيم مثلا، عندي تيم صدقوني يا جماعة يعني ما بيفكروا بمصلحة البزنس بالدرجة الأولى، هم في يعني إحنا بنادمين، يعني هذا مش إن هم سيئين يا جماعة، مش هم جماعة سيئين، ولكن أنت حريص على مصلحتك، حريص على إنجاح البزنس خاص بك. يعني فريقك قد يساعدك في تطوير بزنس، لكن لما ينتهي من وظيفته بيذهب يعني إلى شؤونه الأخرى وشؤونه الخاصة، وهذه هي فطرة الحياة وطبيعة الحياة. إذن عليك أن تستثمر ما بين يديك، عقلك. طيب الآن سوف أنهي المحاضرة، أنتوا تعبتوا معي، أنا تعبت وأنتوا تعبتوا كمان، تمام، فخليني أنا اليوم إن شاء الله سوف أنهي هذه المحاضرة من هذا الكورس، ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد، يوم السبت القادم بإذن الله تعالى، السبت القادم الساعة 8 بنفس التوقيت. لكن خليني قبل ما أنهي معكم هذه المحاضرة، الآن أنا بدي أنهي السلايد هذه، المؤشرات الأربعة لاستراتيجية السوق الأزرق، تمام، مثال مين يا جماعة عملي أيضا؟ سيرك الشمس الكندي. طيب ماذا فعل سيرك الشمس الكندي؟ لاحظوا كيف هو طبق المؤشرات. خلينا الآن أستاذ فايز، أنت سألتني بسؤالك، نرجع لمرجوع سؤالك، كيف أنا حوازن وأطبق أقدم قيمة في نفس الوقت أقلم تكلفتي. الآن شوف كيف نموذج سيرك الشمس ماذا فعل. أول شيء ذهب درس المنحنيات التنافسية لمين؟ للمنافسين. هي أول خطوة أنا بعملها يا جماعة، بقيم احتياج، يعني ذهب إلى
الشركات المنافسة أو للسوق، شركات السوق لو موجود فيها ودرسهم بشكل جيد ودرس المنحنيات التنافسية الخاصة بهم، تمام؟ طيب بعد ذلك ماذا فعل؟ جاء لمين؟ للمؤشرات الأربعة الرئيسية، وبدأ يطبق هذه المؤشرات الأربعة على مين؟ على المنحنات اللي هو درسها في مين؟ في السوق الأحمر. فوجد ماذا؟ ماذا خرج معه بنتاج؟ وجد أنه لازم يحذف بعض عروض النجوم، يعني المشاهير والنجوم والحيوانات، عروض الحيوانات، المبيعات اللي بتعتمد على الأماكن المتميزة والمتنوعة والكثيرة وعروض متعددة المساحات، هذا هو حذفها من قاموسه يا جماعة. إذن سيرك الشمس الكندي ماذا فعل؟ وجد أنه إذا بتلاحظوا حتى صناعة السيرك الحالية بتعتمد على مين؟ على عروض الحيوانات، على عروض النجوم اللي بتقاضوا ألاف وملايين الدولارات مثلا، على مبيعات مثلا تعتمد على أماكن يعني هنقول متميزة بشكل كبير، عروض لها مساحات مختلفة. لا، اليوم سيرك الشمس وحد هذا الكلام وحذفه من مين؟ من المنحنى الخاص به. شفت يا جماعة كيف هو حذف عناصر تنافسية موجودة في السوق الأحمر؟ طيب نشوف كيف الديكريزينج. الديكريزينج ماذا فعل؟ أو الريديوسينج، قلل يا جماعة من موضوع المرح والفكاهة، يعني ما خلى السيرك بيغلب عليه في يعني مقاطع كثيرة من الضحك والفكاهة، هو قلل من حدته. طبعا هو ما استبعدها، لاحظوا الفرق وين، ما استبعدها إنما هو قللها بنسبة معينة. أوكي، يعني مثلا موجودة بنسبة 80% لدى السوق الأحمر، هو قللها وخلاها أو أوجدها بنسبة 20 إلى 30%. طيب لما أنا أشوف الإثارة والمخاطرة، اليوم بتعرفوا أنتوا السيرك يعني صناعة السيرك العالمي تعتمد على مين؟ على الإثارة والمخاطرة، زي عروض الحيوانات اللي بتسببها مين؟ يعني عروض الحيوانات بتسبب إثارة ومخاطرة بشكل كبير. هو ماذا فعل السيرك الشمس؟ قلل من هذه نسبة الإثارة والمخاطرة، قللها بشكل نسبي. طيب ماذا رفع؟ يعني إيش رفع؟ يعني عمل increasing، عمل زيادة. المؤشر هذا ماذا فعل به؟ وحد المكان، يعني عمل مكان فريد مميز، يعني مكان واحد تعرض فيه مين يا جماعة؟ جميع العروض الخاصة بسيرك الشمس الكندي. هذا مسميه عنصر الزيادة. ليش؟ لأنه وجد أنه صناعة السيرك تعتمد على أماكن وعروض متعددة يا جماعة، تمام؟ طيب ماذا هو أوجد؟ ماذا هو أنشأ؟ ماذا خلق قيمة ابتكارية اللي بيسميها الكرييشن، أو عمل فاليو جديدة، نيو فاليو؟ أول إشي يا جماعة هو اشتغل على إيجاد موضوع. يعني كيف موضوع؟ يعني خلينا نحكي إنه في أدخل المنتجات الثقافية، إنه في عنده صار عنده نمط قصصي حكواتي بتكلم عن موضوع هيك يعني معين، وبيحكي لمين؟ لجمهوره. اعتمد موضوع يعني القصص الحكايات، أدخلها على البزنس موديل الخاص به. هذا الكلام طبعا غير موجود، غير موجود، لاحظوا ركزوا معي، غير موجود لدى الصناعة الحالية. هو أوجدها مين؟ اللي هو سيرك الشمس. طب شو أوجد؟ عمل على تحسين البيئة، إنه أيضا أوجد بيئة محسنة ومرتبة هيك ومميزة. حتى لاحظوا من الصور كيف إنه بيئة مين؟ سيرك الشمس تعتمد على إضاءات وديكورات هيك وحاجات يعني مثيرة وبتجذب مين؟ الناظر لها. أيضا المنتجات المتعددة، أصبح في عنده أيضا منتجات متعددة زي ما حكينا، دخل الجماعة النموذج القصصي والحكواتي لديه. مين يعني؟ يعني واحد مثلا بيجي بيحكي قصص، بيحكي مثلا أشياء مثيرة للانتباه، يعني هذه القصص والنموذج الحكواتي بيستمع له الناس ويسعد له الناس ويجذب أيضا فئات من الناس. طيب أيضا ماذا أوجد؟ ذهب يا جماعة، الله ركزوا معي، إلى الباليه. الباليه هو ذهب إلى الباليه ودرس ماذا يقدم المسرح والباليه، فهو أخذ منهم مين؟ القصص اللي بتعتمد أو سوري المنتجات الخاصة بهم، يعني الرقص، الفن، الموسيقى. وين أوجدها؟ أوجدها في مين؟ عالم صناعة السيرك العالمي. لاحظوا هو ذهب، لاحظوا ذهب إلى سوق أحمر
وأخذ يعني خلينا نقول أخذ منه بعض الأفكار تمام، وأوجدها وين؟ في صناعته اللي هي غير موجودة. يعني هو أوجد شيء صح موجود يا جماعة في السوق الأحمر، ولكنه غير موجود مين؟ في السوق الخاص به لصناعة السر. يعني هيك أنا أنهيت المحاضرة لهذا اليوم، وهي جزء من الكورس المجاني. أنا أتمنى أنه يكون هذا الكورس نال إعجابكم. أشكركم يا جماعة شكرا جزيلا على الاستماع، وأنا يعني تعبتكم معايا بوجودكم واستمعتم، وطبعا أشكر كل من بقي معي لآخر هذه المحاضرة، وإن شاء الله بتمنى عليكم يعني أنكم تكونوا متواجدين معي على منصاتنا، لأنه إحنا حيكون في شهادات إن شاء الله مميزة لمن حضر معي لنهاية هذه المحاضرة، ويستحق طبعا اللي حضر معايا وبقي معي في هذه نهاية هذه المحاضرة، أنا حاخذ الأسماء وإن شاء الله تكون شهادة مميزة لحضراتكم نهاية هذه الكورس بإذن الله تعالى. طبعا اللي عنده سؤال يا جماعة أنا بستمع، إذا حابين تشاركوا أو تسألوا سؤال قبل ما أنهي هذه المحاضرة لهذا اليوم. هل من أحد لديه سؤال أو مداخلة؟ الأستاذ فايز المشارك المميز تفضل أستاذ فايز تفضل. بداية جزاك الله كل خير أستاذ، تعبت معنا بصراحة، الله يحييك. بالأمثلة الأخيرة توضحت الفكرة تماما يعني، لكن سؤال بسيط جدا، المهارات التقليدية مثل التصميم، إدارة الحسابات، يعني هي أعمال على الأونلاين، كيف هذول يستفيدوا من موضوع المحيط الأزرق؟ سؤالك جميل، سؤال جميل جميل. طيب خليني أنا أجابك على هذا السؤال. شوف أستاذ فايز، يعني موضوع أنه الأشياء التقليدية اليوم أنت هادي، أنت بحاجة إلى أنت توجد تقنيات يعني تبحر بك في سوق أزرق وتتميز يعني في هذا الموضوع. يعني أنا مثلا أحكي لك شغلة، الآن أنا كديزاينر تمام، لو أنا كديزاينر بقيت أنه اليوم على نفس معرفتي وعلى نفس مهارتي، أو حتى كأدمن، يعني أنا كأدمن مثلا لو أنا بقيت على نفس الليفل والمعرفة الخاصة بي والمعرفة الدارجة في السوق، يعني أنت مش هتبحر في السوق أزرق، أنت هتكون نفس الموجودين يعني للأسف تمام. فبالتالي يعني أنا مثلا يعني أول شيء لازم أنا أقترح عليك أنه أنا طبعا خليني أحكي لك، بحكي لك الاستراتيجي أو التولز اللي لازم أنه إحنا نشتغل فيها بهذا السؤال بسؤالك. ماذا أفعل؟ أول شيء أذهب إلى الناس الشطار اللي بيشتغل في هذا المجال، المنافسين، يعني خلينا نقول لك المنافسين، يعني مثلا مين أدمن صفحة كذا، مين ماسك حساب كذا، مين ديزاينر من أشطر ديزاينر اللي ماسك فيه مثلا حساب كذا أو منصة كذا تمام. هذه الأشياء من السهل إنك تجدها، يعني تشوف الناس الشطار في هذا المجال، في مثلا في الادمنستريشن للسوشيال ميديا، في اللي بيشتغلوا في الجرافيك ديزاين، في مثلا في أي مجال اللي انت بتحكي عليهم تمام. بالتالي يجب ان تذهب وتدرس خصائصهم التنافسيه، هاي اول شيء انت لازم تقوم فيه تمام. يعني انا مثلا عرفت والله في استاذ فايز انه ضليع في موضوع التصميم، تصميماته عنده شيء خرافي، انا بذهب الى استاذ فايز بشوف شو نقاط القوه اللي بتميز فيها، ليش هو هيك بيشتغل، ليش هو احترافي، ليش كذا، بشوف الاشياء اللي هو بتميز فيها تمام، وباجي مثلا بدونها عندي. أذهب إلى شخص آخر مثلا أيضا رائع في الجرافيك ديزاين، مثلا خلينا نقول أستاذ وليد مميز في الجرافيك ديزاين، أنا أيضا أذهب إلى الأستاذ وأشوف شو المميزات والنقاط، النقاط اللي تميز فيها تمام. هيك أنا أذهب، طبعا أنت لازم تكون تروح يعني تذهب إلى أكثر من شخص، ليش؟ أنت عشان تأخذ أفريج يعني تمام، يعني خلينا أقول لك يعني بدك تدرس أقل شيء من 7 إلى 10، من 7 إلى 10 ناجحين في هذا المجال، وتشوف إيش خصائصهم ونقاط القوة التي لديهم تمام، وتعمل طبعا منحنى تنافسي. خلينا نقول لك بتكون من 7 عناصر، يعني كيف 7 عناصر؟ يعني مثلا تقول لي والله الأستاذ وليد
يعني طبعا ما توجد منحنى تنافسي لكل شخص. يعني خلي بالك انت خذ النقاط والخصائص القويه العامه يعني الكومن يعني الاشياء المشتركه بينهم، انت بتوجد الاشياء المشتركه بينهم والنقاط المميزه اللي بتميزهم في صناعتهم، وانا بعد ذلك بجي ادرس كل خاصيه على حده. يعني مثلا الجرافيك ديزاين، والله انا وجدت الاستاذ وليد انسان لديه شغف كبير انه هو بيدفع خليني اقول لك مثلا بيدفع الاف الدولارات عشان يتعلم الحاجه الجديده خالص، تمام؟ مثلا هي ميزه. والله انا وجدت مثلا امل انها بتسافر برا عشان تشارك في تريننج او في مؤتمر دولي عشان تاخذ خبره معينه في مجال كذا، تمام؟ والله انا وجدت مثلا الاخ باسم عنده منتجات او بصمم تصميمات مثلا يعني جيده وبيبيعها بسعر معقول مثلا وهكذا. وجدت والله انه مثلا الاستاذ وليد والله بتميز بمثلا انه هو خلينا اقول يتابع البرامج، بيشتري برامج اصليه بطور نفسه وهكذا. يعني انا هي قصدي، انا ضربت لك مثال بسيط، بدك تعمل منحنى للناس الشطار في هذا المجال وتبدا انت مثلا تقيس عليهم، تمام؟ يعني انت تبدا تقلل من بعض العناصر، تزود من بعض العناصر، وبعد ذلك تستبعد بعض العناصر، وبعد ذلك تزود، انت توجد اشياء جديده عشان انت ايش تبقى خلينا اقول لك يعني ضربت كل العناصر هذه في الخلاط وانت طلعت بمنحنى تميز، يعني تتميز في مين عن غيرك. خلي بالك يعني الجرافيك ديزاين او السوشيال ميديا او هذول كلهم لهم عناصر مشتركه، لو بحثت فيهم حتلاقي بينهم اشياء مشتركه حتوجدها انت، تمام؟ يعني هذه انا ان شاء الله بتمنى اكون اجبتك على هذا السؤال استاذ فايز، اشكرك للسؤال وللتفاعل. طبعا يا جماعه انا بشكركم في النهايه لحسن الاستماع، وان شاء الله تكونوا استفدتم، ومن بقي معي لاخر هذه المحاضره، المحاضره في يوم السبت القادم الساعه 8 مساء توقيت حنكمل معكم باهم مبدأ للسوق الأزرق، وإن شاء الله تكونوا مستفيدين من هذه المحاضرة. والشكر الجزيل لكم، وإذا في أي سؤال أو إضافة قبل أن أنهي هذه المحاضرة، طبعا هيكون يا جماعة عندنا العنوان القادم أهم مبدأ للسوق الأزرق. طبعا يا جماعة في عندنا مبادئ كثيرة للسوق الأزرق، لكن أنا حطرح في هذه الدورة التدريبية المختصرة والموجزة أهم مبدأ في مين؟ في السوق الأزرق. طبعا انا اشكركم، يعني اعتقد ما في اسئله، شكرا للاستماع، وربنا يوفقكم وينجحكم في المشاريع الخاصه بكم، وان شاء الله تكونوا من الناس اصحاب يعني الباع في السوق الازرق. شكرا جزيلا لكم وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.